حياكم الله متابعينا متابعي الفرات والفرات داركم وين ما تكونوا، نحييكم باجمل تحيه ونرحب بكم بحلقه جديده من برنامج الفرات داركم. حياك الله يا علي. حياك الله يا امنه، واهلا وسهلا بك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليب، السلام على غريب الغاضريه الامام الشهيد ابا الاحرار الامام الحسين عليه السلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام بيوم جديد، ومثل ما عودناكم دائما بالفرات داركم نتحدث بمحور مهم هو محور كربلاء ومحور واقعة الطف وما تركته من أثر ودرس مهم بحياتنا. لازم نتعلم من هذا الدرس ولازم أنه نقتدي بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام. بالتالي يجب أن تكون المواكب الحسينية مدارس أيضا يتعلم بها كل القيم الأخلاقية التي أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يعلمها للإنسانية أجمع، لم تقتصر في ذلك الوقت وإنما أيضا في أوقاتنا بالذات إحنا اليوم نحتاجها، اللي هي رفض الظلم، القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية. اليوم كيف أنت اليوم تكون ذو مبدأ، ذو عقيدة، ذو دين، ذو أخلاق سامية، ذو رحمة؟ الرحمة اللي إحنا يجوز البعض من عندنا بدأ يفقدها. وخلينا أسلط الضوء بهذا الموضوع، أنه إحنا اليوم الأم حلو من تكون عندها رحمة اتجاه أطفالها، حتى ما يعني هذا الطفل مو هي اللي والدته، ممكن هي مربيته، ابن زوجها، كيفية التعامل. يعني احنا نقول ان هالامور بسيطة، لكن هي امور جدا كبيرة وجدا عظيمة، انه انت اليوم عندك تكون رحمة كرحمة الامام الحسين عليه السلام، رحمة ورأفة كما كان يمتلكها اهل البيت سلام الله عليهم، رحمة ورأفة كما يمتلكها او تمتلكها زينب سلام الله عليها وأبا الفضل العباس سلام الله عليه. إذا المشاهدين الكرام ورحاب الحسين ما زال مستمر بها الفرات داركم، نذهب إلى فاصل قصير ونرجع إن شاء الله، خليكم ويانا. وقفت للحق ليثا لا تزعزعه، تلك الجحافل والأوباش والخدم. وقفت خطيبا ناصحا لسنا، صوت النبوة في الأرجاء يعتدم. أذى أبوك علي في بطولته، دانت لصولته الأعراب والعجم. جرى الدمع مدرارا يؤلمني، هل ينفع الدمع بل هل ينفع الألم؟ أعالج الدمع لا شعر أعالجه، يا ابن البتول وهل يوفي لك القلم؟ حياكم الله مرة أخرى أحبتي مشاهدينا مشاهدي الفرات. كثير من الأمور اللي إحنا تمر علينا وكثير من الأمور أيضا اللي ممكن نسمعها، لكن عندما يكون المجلس مدرسة بالنسبة لأطفالنا وبالنسبة لعوائلنا مثل هذه المدرسة، احنا اليوم ممكن ان نستفاد من عند القيم الاخلاقية. وحتى موضوع اليوم في موضوع انه الردة او حفظ القصيدة او التأثير والمؤثر في ذلك الدار. خلينا نشاهد هذه الصورة اللي من احدى المجالس الحسينية. طفل بعمر الورد قد يقدر انه هو صف سادس خامس ابتدائي او ما يتعدى الاول متوسط. تعالوا ياي خلينا نشوف كيف كان اكو تفاعل ما بينه وما بين ايضا يعني من كان الخطيب بالتحديد داخل المجلس. بكى مجلس بأجمع من الحاضرين، والجميل بهذا الموضوع انه يكون
اكو عدد كبير من الاطفال موجودين داخل المجلس الحسيني، وهذا احنا ما نريده، نريد وجود اطفال بكثره على مود نربيهم على القيم الاخلاقيه اللي تعلمناها من الامام الحسين عليه السلام. ابرز التعليقات هاتي يوسف يقول ما شاء الله هذه هي الاخلاق، اخلاق اهل البيت سلام الله عليهم، وهذه هي هويتهم من الطفوله الى المشي. بالتالي الله يحفظهم وان شاء الله يا رب يكثرهم، واحنا نريد عائله اليوم تنمي هذا الخلق، تنمي هذا الطيب، تنمي هذا الابداع داخل الطفل وتشجعه. جمال علي يقول الله يبارك بيك على هذه التربيه الصالحه، شوف شلون يعني تاثر بالكلام، ايش قد فاهم القضيه لعد على الرغم من صغر عمره، فعلا هو مو فقط حفظ وانما هو هاضم القضيه الحسينيه خلينا نقولها، حتى وان كان عمره صغير، حتى وان كان فهمه على القدر اللي هو استوعبه، لكن اثر بالمجلس واثر ايضا بالحاضرين رغم صغر سنه. وبالتالي احنا نقول المجالس مدارس، ومدرسه الحسين سلام الله عليه هي اكبر واضخم مدرسه ممكن نتعلم من عندها. هيك الجو يا علي. قضيه مهمه نتطرق لها اليوم، انه الحزن والمواساة هو من أفضل الأعمال اللي يؤجر عليها الإنسان. اليوم احنا من نقول البكاء على الإمام الحسين أو الحزن على الإمام الحسين عليه السلام هو دعم لقضية الإمام الحسين عليه السلام، ومساندة للحق ومبايعة للحق، وأيضا هي صرخت بوجه الظلم اللي كان وما زال اليوم يحاول النيل من هذا المد الحسيني الشيعي. يمكن احنا اليوم من نتحدث بالإمام الحسين وهذه المجالس اليوم اللي أصبحت مدارس، وهذه المجالس اليوم اللي تركت أثر مهم بالصغار قبل الشيوخ، على اعتبار من جاهد ومن ضحى بنفسه تربى بمجالس الإمام الحسين عليه السلام لإعانة البلد ولتلبية نداء المرجعية. هكذا تعلمنا بمجالس الحسين أن نكون مبايعين للحق، أن نكون مع المظلوم وننصر المظلوم، وهيهات من الذلة. وبالتالي اكو كثير من الأمور اللي تنشر على السوشيال ميديا، على خلينا نقول اليوتيوب أو الفيسبوك أو حتى الانستغرام. أنا حضرت يوم أمس بمقطع فيديو جدا مهم، يقول أنه التحذيرات اللي تنطيها جوجل أو اليوتيوب اليوم للعوائل أو للطفل، أنه يقول عدم حضور الأطفال دون ال 15 سنة إلا برقابة أبوية. شوف هي تحذيرات، لكن هي تحذيرات مبطنة، لكن إحنا اليوم ننطي التليفونات والآيبادات للأطفال على مود لنسمع إزعاجهم. ممكن أنه إحنا اليوم نأخذهم إلى المجالس، ممكن أنت اليوم تفتح أي قناة اليوم موجودة تبث قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، وممكن أنه هو يستمع وياك، ممكن أنت بكل بساطة تحكي له أمور يعني خلينا نقول بسيطة يستوعبها عقله. وبالمناسبة ترى عقول الأطفال خاصة هذه الأيام أو هذا الجيل أو الجيل اللي سبقه يفهم كثير من الأمور، فاهم كثير من الأمور اللي تتوقع أنه عقله صغير ما يفهمها، لا اقرأ له، اشرح له، حتى وإن كانت الأمور أنت بالنسبة لك تعتبرها صعبة، بالنسبة له يعتبر جدا سهلة بوجود السوشيال ميديا وبوجود أيضا التكنولوجيا اللي غزت بيوتنا وغزت عقول أطفالنا. خلينا نشاهد الريبورتاج عدنا زملائنا بعد أكيد نرجع لكم، خليكم ويانا. عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدينا الكرام. يمكن الحديث عن المجالس والحديث عن المواكب الحسينية إذا كانت مواكب خدمية أو إذا كانت مواكب تعزية هي من أفضل الأعمال، على اعتبار هذه الأعمال هي من أفضل الأعمال التي يكون لها ثواب عظيم عند رب العالمين، هي سلاح فعال، بل هي عمل جهادي يصب بنصرة المظلوم. يمكن هذه المجالس ببركتها استمر المد، استمر اليوم المجالس الحسينية نشوفها بكل بقاع العالم. ببركة المواكب وببركة الخدمة بهذه المواكب نشاهد المعجزات اللي تتحقق. يمكن كثير من القصص شاهدناها، واحدة منها امرأة تقول أني بكل سنة استقبل الزوار يوم من الأيام بالزيارة ما عندي شيء طحين واحد. ببركة الإمام الحسين عليه السلام غرفة كاملة ترسى طحين وتم لخدمة الزوار. يمكن هذه واحدة من الكرامات اللي نشوفها بطريق الإمام الحسين عليه السلام. لذلك العراق أصبح من البلدان اللي رسمت وحفرت بجدران الذاكرة مواكب نشأت بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات. احنا اليوم برحاب محور جدا مهم راح نتحدث به. وبالتالي الريبورتاج اللي شاهدناه قبل قليل هو ايضا يعني مضى عليه سنوات كثيرة وما زال
هذا الموكب حاضرا بأهله، حتى وإن كان المؤسسين قد فارقوا الحياة، لكن أحفادهم وأولادهم ما زالوا لحد الآن يواكبون بالخدمة داخل هذا الموكب. وبالتالي نرحب بضيف حلقتنا هذا اليوم علي رحيم كاظم، كفيل موكب الإمام الحسين سلام الله عليه، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. الله جزاكم الله خير أستاذ، حياكم الله. احنا اليوم بمحور مهم هو المواكب الحسينية، إرث أخلاقي راسخ، هذه المواكب اللي أسسها أجدادنا كانت هي صرخة حق بوجه الظلم، كانت هي دعم ومساندة للمظلوم. احنا اليوم الإمام الحسين عليه السلام أصبح قدوة أن بكل الثورات، قدوة أن بكل الاحتجاجات، قدوة أن بكل المطالبات بالحقوق، دائما ما نرفع راية لا ثارات الإمام الحسين عليه السلام بكل، فأصبحت المواكب هي الإيقونة. اليوم نتحدث عن موكب عزاء الحسين عليه السلام، هذا من المواكب اللي تأسست بالتسعينات. خلينا نعرف شلون تأسس الموكب، وشون يعني بدأت فكرة إنشائه، وشون امتد هذا الامتداد؟ عفوا، الموكب تأسس بال 54 1954 أقصد، عفوا ب 31/8 أو 30/8/1954 أقام والدي رحيم كاظم علي خان الله يرحمه ويرحم والديكم أول مجلس ببيتنا، كان منطقة الشاخرية، بعدين تحول من المنطقة إلى منطقة العاصمة يسموها المجزرة أو الميزرة باللهجة العامية. الميزرة. أي بعدين منها لما عبد الكريم قاسم وزع بيوت بالثورة. فصار نصيبنا أنه بالثورة. واستمرينا احنا بالثورة إلى 69. بعدين تحولنا من الثورة إلى منطقة شارع فلسطين حي المستنصرية. استمر الموكب إلى أن هدام أو صدام منع المواكب. وكان بهاي الفترة احنا يقدمونا يعني ما يسمحونا انه نقيم مجلس او موكب ولا يخلونا ننصب مكبر صوت الا تعهد خطي. تعهد هم بالنسبة لهم احنا نقدم تعهد طلب. شنو هذا التعهد الخطي؟ تعهد انه هذا ما تمس الدولة، ما تحكي عن الحزب وكذا، بزمان احمد حسن البكر. وعندي انا نسخة دزيتها لكم مرخة بال 68 زين. فهذا الهدف منه شنو يعني، حتى لو تقرون الكتاب مالهم حفل العزاء، حفل العزاء ثلاث مرات مذكور، حفل العزاء مو مقام يعني عزاء او شعيره او كذا، لا يقولون عليه حفل العزاء حتى يعرفون هاي الشعيره اللي هي يعني سند او اقامه للمذهب كله. يعني لولا المرجعيه ولولا المواكب الحسينيه لانتهى المذهب. على سبيل المثال احنا بايام عاشوراء اول ما يقبل عاشوراء قبل 10 ايام او اكثر تلقى المناطق كلها الشيعيه ترفع الاعلام الرايات والسواد توشيح زين، لكن هم بكلمه الحفل يردون يطمسون هذا الشيء زين. واستمر هذا العفو. بالتالي احنا اليوم هذا الاستمرار، خلينا نبقى باجواء الوالد رحمه الله عليه. اكو في التاثيرات، اكو في الانطباع ينطيك بحيث ياثر بالاحفاد بالاولاد انه متمسكين عندهم في التمسك في العقيده انه انا هذا مش عليه والدي. نعم. فلا بد انه انا امشي عليه، يكون هذا المسار الصح بالنسبه لي. نعم. انا بالنسبه لي يعني لما تاسس الموكب انا ما موجود بالحياه، ما مخلوق. لان انا مواليد 64 يعني 10 سنوات قبلي. نعم. بس وعيت انا عندنا موكب. انا هاي القصه اللي حكيتها هسه لكم ماخذها والتاريخ ماخذها من خالي الله يرحمه وعمي ووالدتي الله يرحمه. ايش قد مأثر العاد بيك هذا؟ فاخذت منهم هذا التاريخ و دونته. بس بالقطعه لما دزيت عن القطعه لما اريد اكتب قطعه اعرف الموكب والمنطقه كتبت التاريخ 79. ليش؟ لانه ما لقيت تاريخ مقارن للهجري، بس العشر فلوس اذا تذكروها مال عبد الكريم قاسم ام الشعار صح زين كان مذكور بها التاريخ، فخليت هذا تقريبي. بس الحقيقه 54 أني لما كنت طفل ما أعرف شيء، لكن أعرف أنه أنا أقدم شيء صينية وأوزع شربت. من شان يقول لك؟ أو من شان يدفعك هذا الموضوع؟ والله الكل تقريبا، والدي ووالدتي وأعمامي الكل. ما كنت تقول لهم تستفسر أنه أنا ليش دا أوزع؟ ليش دا أسوي هذا؟ لا احنا كل احنا مندفعين يعني، حتى الصغار مندفعين، وتجينا مواكب لطمية وتجينا مواكب زنجيل فندفع وياهم. زين؟ بعدين لما صدامنا المواكب زين حبيت انا اعيده، يعني حتى عن زمن صدام وزمن البكر كانوا اثنين من الامن يقعدون بالمجلس يسمعون واكو مخبرين او نقول عليهم هسه مخبرين، لكن هم وكلاء امن كانوا. الوكلاء هذول تقارير نعم
الوكلاء على من؟ يعطون تقارير. يعني في يوم من الايام عمي اخذوه ثلاث ايام زين، لانه هو شايع من واحد انه يا ذكر هيك قضيه، ذكر مسير حكومه زين، وهي كذب زين. هي البدايه بدايه المواكب كانت بالبيوت، قبل كانت بالبيوت مواكب العزاء، يعني يسولفون اجدادنا كانت كل بيت يسوون به مجلس عزاء خاص، هذا بيت للرجال ممكن بيت للنساء. الانطلاقه كانت من البيت. لا العفو، احنا مثل ما تفضل صحيح بالبيوت، لكن اذا عندك مكان واسع برا سو هو البراني اقصدي. لا عفو، انت بيتك ضيق، اي فيكون المجلس وين؟ بالشارع. بالشارع اي، هو هذا البراني مال الشارع، يخلون كراسي كانوا كراسي ونشرات اضويه. احسنت. واذان انه بدا محرم وتبدي، لكن بصوره عامه بتوجس وخوف من النظام السابق. انطلقت. نعم. الموكب منو كان مع والدك بالتاسيس؟ اعمامي. كلهم اعمامك؟ اي، حتى يعني اذكر انا زوج عمتي كان يجينا من الحريه للمدينة للثورة في سبيل انه ينصب لنا الكهرباء والكاميرات. هم كان اكو رواديد وخطيب؟ رواديد موجود، والخطباء مالنا كانوا يجون لهم من النجف لهم من الكاظمية. ايش الرادود جبتوه بالموكب ذاك الوقت؟ والله ما اذكرهم. زين هذه الصور، خلي ممكن انه الشباب نشوف الصور القديمة نعقب عليها. نعم، هاي مال الخدمة. هذه مال الخدمة. نعم. هسه راح اكو بعض الصور اللي كانت قديمة. نعم. كلش يعني اتوقع انه بالسطوح كنتوا تطبخون، خلينا نقول الطبخ اللي احنا متعودين عليه، التمن والقيمة هذه بالتحديد، هذني الصور. شنو؟ هذني بالموكب الخدمة. بعد 2003. هاي بعد 2003 بعد السقوط. هذه بعد السقوط. هذا أربع صور بعد السقوط. هاي ويا من كنت أنت؟ هاي وياي أخوتي وأصدقائنا وجيراننا وجماعة من الإسكندرية. بالحلة هذا مو موكبكم؟ بالحلة بالإسكان. هذا كان يعني طبخ عندكم؟ هذا طبخ. مال مشاية هذا الموكب. مال مشاية، طبخ تمن ومرقة. أها. بعدكم انتم لحد هذه اللحظه؟ لحد اللحظه عندي تنصبون بنفس المكان القديم؟ بعد نفس المجموعه؟ لا نفس المجموعه تغيرت، لان الله سبحانه وتعالى بين متوفي وبين عمله صار، وبين اللي سوى له موكب وراه موكب اخر، اي يعني اختلفوا الناس. زين اكو فسر يعني دائما انه احنا نشوفه كثير من المواكب يعني اعمارها جدا قديمه كعمر الموكب. نعم. شنو اللي يخلي هذا الموكب يستمر سنه بعد سنه ويكبر بالمناسبه؟ يكبر سنة بعد سنة. هذا تابع للأحفاد، الأولاد والأحفاد اللي هم متمسكين، وإذا ما متمسك يعني أنا على سبيل المثال أكو موكب أعرفه جارنا كان بالمستنصرية انتهى، هسه ما يذكرون ولا 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 مجلس يسوون. ليش؟ شو السبب؟ ما عندهم حب وما عندهم شيء، ما عندهم التزام. لكن التربية أثرت اليوم بيك. ما أعرف. يعني اكو مواكب اندثرت للاسف بسبب اندثركه والاحفاد. يمكن هذه القضيه هي قضيه المواكب تحتاج دعم. اليوم اللي يطبخ 10 كيوسه تمن غدا يحتاج كذا راس خروف. نعم. تحتاج فلوس. نعم. انتم مسوين صندوق خاص بيكم تجمعون بيه اولادك احفادك مشاركين بهذا القضيه؟ احنا هاي بالنسبه لي ما يخص موكبنا، اني بيتي واخوتك واخوتي يعني بيتنا اخوه، وعندي اصدقائي اعضاء بالموكب وياي معارف زين، وعندي احد الجيران يدعمنا بمبلغ شيء تجمعون. ايه؟ تبدي خلصت اليوم، خلصت زياره الأربعين وانتهت، تبدون من هذا اليوم تجمعون للسنه تجي؟ احنا نبدي اكو صندوق قسم مثلا مسويين صندوق، او انا مو صندوق حتى اعزل الفلوس حتى شنو سولف على البركه. البركه والله البركه ما تنوصف، لان بصراحه انا مريت شنو المواقف؟ ها مريت اني موقف في يوم من الايام قبل اربع سنوات او خمسه ما اتذكر زين، يعني ما باكر محرم اول محرم وانا ما عندي الا 50,000 بالبيت كله. شو تلحق؟ اي 50,000 زين، فجيت لام الجهال قلت لها يابا هيك شغله زين، قالت الله كريم زين. انا عندي ولد كان مشتري موبايل بوقته عن 90 ما كذا، فطلع للشغل الظهر رجع علينا زين، شال 600,000 وانطى لامه. قالت هاي مالي ايش؟ قال هاي امه جاني واحد قال لي اريد موبايلك اللي اشتريه، فبعته له وهاي الفلوس صرفي بها للموقف. سبحان الله. يعني هذا موقف، ومواقف اخرى هوايه يعني، وغيري مثلا زين، على سبيل المثال احنا مال كرامات اذا تقصد زين، انا في يوم احترق فرن طق عندنا بالموكب
موكب الخدمه اي زين واحترق وجه ابني كله يعني انا ما شفته بصراحه بس اللي شافوه قالوا لي حتى الاذن مالته اليمنى ماعت وتشوه زين فكان عندي لقاء ويا احد القنوات داحكي واشوف الموكب مالي كله ضج بالصلوات على محمد وانا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما اهتميت له اعتبرتهم شنو؟ اعتبرتهم الكلام اللي انا كنت احكيه زين فجيت اتابع الشغل وكذا فولد دا يشتغل طباخ قلت له على كيفك سمير على كيفك لا تروح يقب بوشك ويحترق قال عمي ليش انت ما تدري؟ قلت له شنو؟ قال مصطفى احترق قلت له وين مصطفى؟ قال فتح الفرن واحترق بالفرن صدق والله ركض له لقيته ماخذين المستشفى مستشفى الاسكان زين بالاتصال على كلام شنو؟ قالوا لي يابا وجهه شوه بس احنا هسه ماخذين المستشفى لما ناخذه المستشفى الدكتور شافه انطاع الصاره ما امكانيه ماكو يعني طبيه انطاع الصاره وما اعرف شنو مال الحروق اجي ما دخل على الموكب وين راح بيات احد الخدم اللي هناك رحت شفت هذا كل شيء ما بيه ولحد الان هسه يمكن هو موجود هسه بالصور زين لحد ابنك الله يحفظه الله يخليك لحد الان زين اباع له كل شيء ما بيه سبحان الله الله شاهد هم قالوا لك ادنا معه اي وحتى ابني هو نفسه وحتى طفل عندي يقول لي احد الصور هذه واحد يمكن هذا ابو الابيض كان ابو الابيض اللي قبلها لو ايه استرسل هسه هو رادود ما شاء الله رادود انت هسه سالتني قبل شوي على سؤال انه الاجيال شلون تاخذون شلون تحافظ شلون حافظ اني هذا نفسه ابنك الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه ان شاء الله يا رب اني عندي هذول ولدي اثنينهم مصطفى وسارمد الوليد صلوات تعلمتهم؟ لا المجلس علمهم الله انا ما اعلم انا رجال كل ما اعرف زين بس المجلس علمهم بعدين عندي اني هسه ثلاثة احفادي ايه يردون يصوروا الوليد وهم دزيت صورهم زين انا اريد اعرف انه الوالد رحمه الله عليه الله يرحمه ويجزاه كل شخص من يوصل الى مرحله انه يحس بها بعد انتهت حياته نعم يوصي بوصيه نعم انا بعد ما اعرف يعني انه اكو كانت وصيته من ضمن وصيته انه تحافظون على المجالس، تحافظون على موضوع الموكب، هذا الموكب الاهميه بالنسبه لوالدك للعشيره للمنطقه. والله اختي العزيزه انا بالنسبه لي هاي الوصيه موجوده بس مو يعني شلون مو بالنص مو بالنص، يعني. نعم، شو اللي كانت ليش؟ الوصيه؟ ليش؟ لانه الفتره اللي توفى بيها كانت المواكب ممنوعه نعم من زمن صدام. يعني من اجى صدام للحكم من على المجالس حتى بالبيوت صحيح زين فكانت وصيته يا بلتزموا وكذا ولا تعفون الدرب والحسين وهالامور هاي بس كموكب شخصه ماكو خوفا عليكم ها لانه شنو السلطه ظالمه السلطه ظالمه بس انا لما صار السقوط اول همي وتفكيري انه اعيد الموكب اعيد المجالس رسخ ببالك هو شوف الوصيه مو اللي تكون خلينا نقول نصا لا لكن من يقول لك التزموا بدرب الامام الحسين عليه السلام اعظم وصيه شنو هو الدرب؟ هو هذا اللي هو لا للظلم لا للفساد نعم للاخلاق الساميه اللي ارادها الامام الحسين عليه السلام احياء الشعائر بالنسبه يعني احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا وبالتالي احياء الامر بدمعه بموكب بتقديم خدمه باعطاء طعام ممكن يوم تسال على جارك تطمئن عليه الرحمه اللي بقلبك اليوم على اطفالك تربيتك هذه كلها ايضا من احياء شعائر الامام الحسين سلام الله عليه. احسنتي استاذ علي شنو الصعوبات اللي واجهتكم من بعد السقوط؟ يعني من بعد سقوط النظام المقبور بديتوا انتم تهيئون الوضع تلملمون الموكب من جديد وتعيدون الوضع من جديد وكانت اول زياره 40 زياره ثقيله اعداد كبيره حتى من خارج العراق. شلون بديتوا؟ شنو الصعوبات؟ تحتاجون طباخ، تحتاجون شادر، تحتاجون هذه التفاصيل، هاي صعبه مو سهله بذاك الوقت، شلون مشيت الامور؟ والله هي صعوبه نقول عليها مثلا على سبيل المثال شلون عدت الموكب اني. انا من عدت الموكب ما لقى صعوبه، ليش؟ لانه عندي خلفيه تعلمتها من عمي ومن ابويا شلون خبره مثل ما يقول شلون كان عفوا نعم بالضبط شلون كانوا يدورون المجالس زين بس بموكب الخدمه موكب الخدمه انا قمت به يعني مو بزمن والدي فصار انه انا يعني لازم بحثت عن شيء استفاد منه بصراحه فساعدني جاري احمد العامري ابو احمد ابو مهدي العامري احمد مهدي العامري زين بالاداره ومشينا احنا سوينا موكب
خدمة. سجلتوا بهيئة المواكب؟ مسجل بهيئة المواكب كربلاء وعندي هاي الهوية وهسه تحولت على المدينة باعتبار الرقعة الجغرافية. على الرقعة الجغرافية. زين. اي واشتغلنا به بصراحة لقينا صعوبات، صعوبة على سبيل المثال يعني احنا نوفر الطعام لكن ما نسيطر على الزائر من كثرتهم. صحيح. يعني يوم من الأيام جينا احنا جبنا أسلاك شاكة حتى فتحنا المكتب كان بالإسكان تابع للمجلس الأعلى فتحناه وأخذنا أسلاك من يمه يعني خارجية أخذها هنا حتى ذكرت على موضوع المكان شلون اختاريتوا المكان؟ والله المكان جاكم عطية لو أجرتوه؟ لا احنا الحمد لله وشكرا احنا هاي التفاصيل نعرفها ما نريد نحرك كل الامور لا لا خلي نروح الفاصل صغير ونرجع نعرف المكان شلون اختاريتوا من الدعمكم من ساعتكم شو تقول؟ براحتك يلا مشاهدينا الكرام فاصل صغير ونرجع خليكم إذا بندائي يا علي وبندائي يا حسين وبندائي يا لثارات الحسين هزت عروش الطغاة وهزت عروش الظالمين وهزت عروش كل من يكره اسم علي واسم الحسين سلام الله عليه. أحسنتم مامنا. قبل الفاصل تحدثنا أنه يمكن بعض المشاكل اللي نواجهها بالموكب واختيار المكان ممكن البعض يأجر ممكن البعض يشتري يمكن كثير من المواكب حصلوا مثل ما يقول الأراضي هبة من الناس اللي داعمين للقضية وداعمين لموضوع المواكب ويمكن أنت مو موكب واحد عندكم هسه ما شاء الله أكثر من موكب حتى أحفادك وأولادك بدأوا يسوون موكب خاص بي أخوك كبير عنده موكب ما شاء الله فهاي تحتاج أماكن شلون المكان احنا أول من وين أنا وجيراني هذا الرجل أبو مهدي العامري وقلنا نسوينا موكب لخدمة المشايخ فجينا اثنين اصدقاء عندنا همين استشاريناهم دكتور مسلم الزبيدي وعدنان العلياوي فقال مسلم قال يابا احنا ندعم الموكب ونسوي هذا الشيء بس شرط عندي واحد انه تروح تسال شرعيا شرعيه انه شلون تشتغل الاماكن احسنت زين فرحت اني في حينها ل الشيخ عبد الامير القريشي حسين الانصار شرحت الوضع قال ما بيها اشكال احنا قلت المكان محطه اسكان محطه قطار الاسكان فشرحت حتى الاسم قال ما بيها اشكال انه تستغلوه وتحافظون عليه لكنه انصحك انه تروح تاخذ موافقات امنيه زين قلت له اشكرك سي انا طلعت جيت جماعتي قلت لهم كذا فصرت انه انا النوب اروح الكربلاء سوي موافقه امنيه واطلع هوية هي الموافقة من كربلاء مو امنية وحتى يعني لما يدزون على شرطة محافظة كربلاء مجرد انه حماية انه مو مثل قبل يعني الموافقات حتى يكون اسمك من ضمن المواكب اللي موجودة موجودة وينطونا مثلا على سبيل المثال وزع وانا مثلا متوسط او بطانيات ووزعوا نفط ووزعوا غاز ثلج يوزعون ثلج زين يعني دعم المواكب بعدين يعطوك كتاب انه يسهلون امرك بالسيطرات ودخول عجلاتكم الخاصة دخول عجلات وكذا وتعرف الوضع كان متأزم بدايتها زين فاشتغلنا بالمحطة يعني المحطة مال الدولة زين اشتغلنا بها بعدين اخذنا قاع هي هبة نقول من الدولة لا احد له شغل بها ولا شيء لانه شنو صار وين سكة القطار محرم بها وتجي هي القاع وبعدين وراها بزل فمحرمين بين محرمين احنا اخذنا قاع انتم تنصبون شادر ما تبنون لا انا كنت انصب شادرين زين نساء معزولات ورجال معزولين زين بس هسه عندي موكب قائم يعني بناء قائم بناء بلوك وحديد سقفات وكذا وقاعات وعندي خيام ان شاء الله بالتالي احنا اليوم نتحدث نتحدث عن موضوع الموكب الموكب ما يقتصر فقط على الرجال اكو ايضا مواكب للنساء نعم. كيف تقيمها النساء اكو دعم ايضا من قبلكم اليوم كرجال باقامه مواكب خاصه للنساء وتقديم الخدمه لهن نعم انا عندي انا يمكن خلاف المواكب كلها نعم انا عندي مساحه مسوي بها تكرمون 20 صحيه للنساء و20 صحيه للرجال نعم والرجال مصلى زين وقاعات ومطبخ بالنص وهنا النساء زين مطبخين وصحياتهم كلها جاهزة وإذا دخلت المرأة ما تنشاف محاوطة كلها كيربي ما تنشاف يعني اللي يدخل بيه ما ينشاف وأنا لما أحتاج شيء أنا شخصيا أبو الموكب وزوجتي وبناتي وشنايني وأخواتي وبنات أختي كلهم موجودات ونساء غريبات يعني
يعني انتم بايام الزياره يمكن احنا المواكب نشوف بعض الخطباء والرواديد يجون خصوصا بايام زياره الأربعين، نعم. اقامه صلاه الجماعه، محاضرات الوعظ للشباب وللنساء، نعم. هذه القاعات استثمرتوها بهذا الجانب؟ انا مسوي مصلى خاص للنساء. لا للرجال، مصلى خاص يعني يقيم به شيخ يجي من السفتات من النجف يقيم به صلاه جماعه ظهر ومغرب، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، بس الصبح ما يجيني الرجل. ما شاء الله. زين يجي يقيم الصلاه ومو بس للخدم، للزائر الجاي. ليش؟ لانه يدخل اول ما يدخل على المصلى وبعدين يروح على الصحيات. زين فعندي هذا مساحه تقريبا 15 في 15 متر مسقف وموجود جاهز. بارك الله بكم وبالجهود اللي تقدموها اليوم للزائر الكريم، وايضا هي مو فقط هي خدمه كمأكل ومشرب، وانما هي خدمه رساله عقائديه تنمويه اخلاقيه. يعني احنا نقول انه هذه الامور كلها مهمه جدا في تنميه اليوم مجتمع واعي بقضيه الامام الحسين سلام الله عليه. كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك سيدي. بارك الله بكم. شكرا. عظم الله اجرك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، لا خليك مستريح بعدنا. مشاهدينا الكرام، ببرنامج الفراد داركم راح ننتقل الى قصه زميلتنا ابتسام، عدت لنا اياها زميلتنا ابتسام عن شاب مهندس لكن ابدع بجانب مهم جدا، ويمكن كل احنا لفت انتباهنا ببعض الفيديوهات والمنشورات اللي شاهدناها عن مجسمات لاضرحه ال البيت. خلينا نشاهد ما عدوا لنا الزملاء وزميلتنا ابتسام ونرجع ان شاء الله. خليكم ويانا. حياكم الله وعظم الله أجركم. تتعدد الطرق والوسائل اللي نقدر من خلالها نصدر قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحب قصة اليوم استخدم أكثر من 7000 دنبوس حتى يجسد واقعية كربلاء، وأيضا ينفذ لنا جمالية هذه المحافظة وقدسيتها بنفس الوقت. خليكم. كل بيت يتمنى يزور كربلاء احط به كربلاء. هذا كان طموحي، انه اوصل كربلاء والقدسيه مالتها والجماليه مالتها لكل العالم. فراح اسعى ان شاء الله هسه كل العالم يعني تريد من عندي مجسمات، وهاي طلبت وما عملت القرار النهائي، بس قلت لهم راح اسعى قدر الامكان انه اسوي عده نسخ واصنع من عندك المجسم واوصلها لكم. بالبداية كانت حالة أي طفل، عندي مكعبات صغار ملونة، وببيتي اشترت لي شباك مجسم شباك الإمام الرضا، كنت أحب أفسخه وأركبه، كنت أحب أضيف هاي المكعبات الملونة على الشباك وأرسمه وأسوي يعني عفوا أركبه وأسوي كضريح. جيت وحطيتها على طبلة وعلى ميز وقلت هاي كربلاء، هاي كربلاء راح تكون يعني مثل كربلاء صغيرة طبعا. ورا مده ورا فتره كنت الاحظ بالتلفزيون، شفت التلفزيون اجواء محرم، لا اول شيء اجواء عرفه واجواء عيد الاضحى طبعا اول شيء تعلقت بهن اجواء، وقلت احاول انه انقلهن على المجسم هذا الصغير اللي سويته انا وركبته. بديت انه اعلق اشياء ولافتات ولوحات كدائما يعني بدايه العيد والعرفه والسوالف، يعني قاعد احسس بالاجواء واستمريت على هالشغل. بديت احس بانجذابيه خاصه نحو هذا العالم، جذابيه خاصه يعني تحس كربلاء واجواءها والسوالف، بديت كلش احبها. بالبدايه وصلت لمرحله الرابع اعدادي وكل هاي انا اشتغل بالمجسمات واطور فتره ورا فتره. هنا ورا مرحله الرابع اعدادي ورا ما خلصتها صار عندي خيارين، اما تطبيقي او احيائي. هنا احتاريت اما انه اروح اتجه نحو الاحيائي وفجأة طلعت كلية زينة نحو الكليات وأدرس هناك، أو أروح للتطبيقي وأدخل كلية الهندسة وأطور مجسماتي وشغلي، طبعا كلية الهندسة المعمارية. هنا قلت لك يعني احتارت كل شيء هواي. اضطريت اني اروح للامام الحسين عليه السلام. رحت حكيت وياه قلت له السالفه بعد بيتك، اذا تريدني على هالمسير وابقى المسير بعدها هي. ما ادري حسيت يعني مثل اجابه يعني الي انه هالمسير تبقى على المسير، تجري على هالمسير على نحو طريق المجسمات وتطويرها. طلعت الخيره نحو التطبيقي جيده،
جيت طبعا جيده جدا يعني طلعت لها التطبيق وهام، وايضا اخذت خير اللحيه طلعت لي زينه. استمريت قلت هاي بعد الامام الحسين هو اختار لها الطريق، طلعت الخير الجيده بعد اتجهت لازم اتجه نحو هالطريق. دخلت التطبيقي واجهت صعوبة ثانية كلش يعني كانت مؤثر علي وأثرت علي وخفتني، هو فقدان بيبيتي، صارت بذاك المرض وفقدتها. ومو بس أيضا كذلك، وكنت أنا أجواء سادس فاضطريت إنه أتوقف. كانت عندي ردة فعل وكل شيء تأثر علي هالشي وخلاني أتوقف فترة، يعني كل شيء بها تقريبا شهرين أكثر أتوقفت. بس وراها ذكرت وصية بيبي كانت موصيتني قبل لا تروح، قالت لي لا تعوف طريق الإمام الحسين. هاي الوصية كانت دائما ببالي أحتوى، يعني شو ما أقولها مأثرة بي كل شيء هواي الصراحة. الإمام الحسين يعني ما أقدر كلمات ما تعبر الصراحة، ماكو شيء يعبرني يعني المشاعر بيني وبين الإمام الحسين ماكو أي كلمة تعبر عنها، يعني حب علاقة أقوى من الحب أقل منها ما أدري بعد شو. كلش يعني كلش متعلق بالإمام الحسين عليه السلام، وإذا أقول الحياة يمكن أظلم الإمام الحسين لأنه هو أكبر من الحياة وأعظم من الحياة وأعظم من كل شيء. حلو أنت اليوم أن تسمع شخص بهالعقلية وبهالمكانة وبهالمشاعر وبهالشعور اللي يحس به يقول الحسين أكبر من كلمة انه انا ممكن أن اوصفها، يعني اثرت بي البيبية. وهذا احنا نقول انه التربية الاهل، اختيار المرأة، اختيار الرجل الصالح، البيئة الصالحة للتنمية، وهذا هو كان النتاج الاخلاقي، النتاج الابداعي. احنا اليوم نقول الحسين، قضية الإمام الحسين عليه السلام اكبر من اي كلمة ممكن انت اليوم توصفها. من يقول انه انا ممكن اجعل بكل بيت أو داخل كل بيت كربلاء، وفعلا يعني جعل في كل بيت كربلاء مثل هكذا مجسمات تنطيك اليوم طاقة وإحياء لأمر الإمام الحسين سلام الله عليه، وبالتحديد الشعائر الحسينية. حسنتم، احنا أيضا نشكر زميلتنا ابتسام والزميل إيهاب على إعداد هذا الستوري، وموفق إن شاء الله بهذا العمل. يمكن كل احنا شاهدنا جسم كربلاء وكأنما حقيقة. الآن انتقلنا لمحور مهم جدا ببرنامجنا، هو وفقرة أخرى من فقراتنا هي فقرات الإبداعية واستقبال الطاقات الشبابية. رادود الحسيني سيف كريم، حياك الله وعظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. حياك الله عزيزي، عظم الله علينا ولكم الأجر بذكر استشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. أحسنت، حياك الله. حياك الله وعظم الله لك الأجر سيف. سيف خلي قبل ما إنه نقرأ ونسمع، كيف كانت بداياتك في موضوع أنت اليوم تأتي للمنبر الحسيني وتلقي الشعر؟ كانت بدايات جميلة جدا في صغري، وأنا كنت أتمنى أخدم في موكب الحسين. أتمنى المشايخ، كان تقريبا 10 سنوات في سنة ورا سنة، في ممكن أطلع في المواكب في المسيرة الأربعينية في المجالس في هاي. الحمد لله الحسين ما وقف وياي وشفع لي. الحمد لله. الحمد لله. تمنية من منطقة؟ من حلة. من الحلة. تو يا من جيت؟ الله يحيي. واحدة؟ قواك الله. الله يسلمك. هسه احنا انت اليوم ما جايب لنا قصايد هواية. شاعر. فشو محضر؟ ان شاء الله بداية سيدي ومولاتي ام البنين. سلام الله. سلام الله على ام البنين. ام الطيبات آمنا بها، مثل الآيات آمنا بها، صبط النبي المصطفى عدها رسالة وفاء، صبط النبي المصطفى عدها رسالة وفاء. آمنا بها، آمنا بها. فاطمة الثانية هذه اسأل أهل الذكر عنها، مو نبوة دعت بيها نقولها الحرة بزمنها، بس رسالة للوفاء تجسدت إن بابنها. لا مو نبية طاهرة بس عدها دور قدرة، تربية سبع القنطرة، دروس طيبة خذنا منها، مدرسة الله احنا نسميها،
رغم الافواه احنا نسميها مدرسة الله احنا نسميها رغم الافواه احنا نسميها وبساحة التجربة هالمدرسة الطيبة وبساحة التجربة هالمدرسة الطيبة آمنا بيها آمنا بيها. صح لسانك الله يحفظك. صح لسانك وربي يديمك. احنا اليوم حتى موضوع الرادود يختار الشعراء او يختار الشعر. فانت عندك مثلا شعراء يعني تختار نوعهم الكلمات تقعد وياهم تتناقش بهذا الموضوع؟ طبعا قصيدة اذا مو شاعر ورادود يكتبوها يعني سوى متلقي الرادود يسمعها ما توصل الرسالة صحيحة بصورة صحيحة. مرات الشعر مثلا يتعامل ويا شعراء من بغداد من النجف من هذا يختلفون عن الكلمات. اكو شاعر توصل رسالة يرسم الرسالة بباله يعني الرادود يوصل الرسالة للرادود اللي يريده هو. يعني خيار. انت مثلا عندك مثلا خلينا نقول فد مخيلة او خلينا نقول فد رسم معين في بالك تقعد يم الشاعر تسولف وياه تنطي افكار. اكيد اكيد هذا الشيء تسولف وياه وتشرح له التفاصيل هذه بصوره عامه وبعد بقت هي الشاعر والخيال مالته يشوف يرسم واقعة الطف صح. زين سيف يمكن هواي من الرواديد عده لحن ويطيل الشاعر يقول له اريدك تكتب لي على هذا اللحن. هذا الشيء هذا الشاعر راح يتقيد باللحن راح يتقيد. انت منهم لو مو منهم؟ انا لا انا نهجي نص نص يعني والله. هسه انت قريت القعديه اول شيء هاي القعديه من التراث النجفي معروفه يعني نجفنا دائما ما يبدعون بالقصيده القعديه. صح. كمل لنا الشطر الثاني منها، ايش عجب بس هذا؟ خادم كل الدكان فدوى لعنك. حبيت اسمع الشطر الثاني. يقول علي من اختار الوفية كان صائب باختياره والاذان الخوة يدر تصير هالحرة منارة ودار محراب السماء ومحبط الأملاك داره بخمسة أصحاب العبة وما الدخلة غير الطيبة ونظرته كانت صائبة وتستحق بكل جدارة غير الآيات ما تتخليها غير الطيبات ما تتخليها غير الآيات ما تتخليها غير الطيبات ما تتخليها دار السماء على الأرض وبإيمان الفرض دار السماء على الأرض وبإيمان الفرض آمنا بها. روح لعن المصيبة ختام القصيدة إن شاء الله. ختامي أنا إيد الإمام العباس سلام الله عليه يقول تريدين مشرعة ركضة وانا قلبي وقاف نابضة يا عباس يا خي وينك يا خي وينك دأشر لبسهم عينك يا عباس يا عباس يا عباس انا وليد وبلا خيمه ولا قوه ولا حال على جروحي قمت امشي بديت اجمع بالاطفال اكو طفله توين يمي رعب شافت والاهوال تناشدني وانا اسكت شجاوبها يا كفال تقلي بس هلي حجاية يا عم صاحب الراية تقلي بس هلي حجاية يا عم صاحب الراية ولا عاد ترى بقلبي بقت حسرة اقول الدق ليش صدره ترى بقلبي بقت حسرة اقول الدق ليش صدره ولا عاد والانفاس يا عباس. صح لسانك الله يحمي الله صح لسانك عظم الله لك الاجر.
يعني اكو خلينا نقول ما اعرف اكو فد علاقه تربط ما بينك تحسها انه ابو فضل العباس سلام الله عليه وام البنين؟ علاقه قويه، علاقه قويه. امام العباس باب الحوائج، كل مشكله عندي كذا يصير اتوجه لامام العباس، وان شاء الله ابد ما ردني خايب. الحمد لله. انت يعني بالفطره لو دخلت يعني مجال بدايه بالفطره دربت مثلا خبره، بعدين درست مقامات، بعدين وشوية شوية تطور مجالس الحمد لله. يعني انت دارس في موضوع المقامات؟ ان شاء الله. جيد، خلينا نسمع اخر قصيده. لو اخر قصيده ان شاء الله نريدها. قول حزني يا ابني عبد الله يما يا الريحت مني عقب التعب ويرباي يا ابني ودلالي تعالي بسهم مذبوح عبد الله تعالي مهدك أهز ظليت والمهد خالي حتى المهد بيشفاك يبكي على حالي واني سني عبد الله يما يا ريحت مني. ماجور ماجور ان شاء الله. ان شاء الله نشكرك سيف، اتمنى لك موفقين ان شاء الله. رحم الله والديك ان شاء الله. ماجور ان شاء الله، تحياتنا لك ولكل شباب الحله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا المسير الحسيني وبذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وذكرى الركب الزينبي وصلنا لختام المشوار مع ام مسك. شكرا لك علي، وشكرا لضيوفنا اللي شرفونا بحضورهم باسود الفرات. تداركم الملتقى ان شاء الله على حب الحسين في يوم غد. الى امان الله.